سنة 2018 وككل سنة عاش المجتمع الجزائري أحداثاً كان لها وقع خاص على حياتهم اليومية. كانت الفاجعة ذات يوم من شهر أفريل أكبر مأساة عرفتها الجزائر، سقوط الطائرة العسكرية في أربعاء أسود. الحصيلة كبيرة جداً، 257 شهيداً، وقائد الطائرة بحنكته تجنب من أن تكون الكارثة أكبر. من كان يصدق أن الكوليرا ستعود من باب منابع المياه؟ الحصيلة وفاتين وما يقارب 140 مصاباً. البحمرون ضرب بيد من حديد في ولاية الجنوب الوادي خاصة، سجلت مصالح الصحة 23 ألف إصابة و16 وفاة، السبب عدم التلقيح ضد الحصبة. سنة 2018 عرفت احتجاجات واسعة استمر في تنظيمها بشكل دوري الأطباء المقيمون، انتهت بقرار ترسيم منحة الخدمة المدنية في مرسوم تنفيذي يحدد مدتها وشروط الاستفادة منها. حفل فني أشعل فتيل الاحتجاجات بالجنوب الجزائري، فصدحت حناجر الجزائريين هناك: بدل الحفلات نريد مناصب شغل، فألغي الحفلة. ملأت صفحات الجرائد أخبار ارتفاع الاعتداءات على الآئمة. ارتفعت الظاهرة في 2018، فأقر الوزير قانوناً جديداً يحمي الآئمة كحماية القاضي في محكمته. وكظاهرة لا تتوقف عن التنامي، الهجرة السرية، المأساة تتنامى بشكل درامي. وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان توقيف 12700 جزائري خلال 10 أشهر من سنة 2018، مئات الموتى وألاف المفقودين في عرض البحر. سنة انتهت بعياش الذي لم يحمل من اسمه إلا 26 سنة، عياش المسيلة، في قضية هزت الرأي العام الجزائري. 6 أيام في بئر ارتوازي فشلت كل المحاولات في إنقاذه، فغادر إلى مثواه الأخير. هي إذن سنة حزينة، نتمنى ألا نعيد منها سوى الجميلة، فعام جديد سعيد.